ان الاغلبيه الناس تتناولها على شكل خضره، ياك تتناولها طايبه ما تتناولهاش خضره، يعني ما هي عباره عن فاكهه، يعني السفرجل. وكنت شرتي له واحد هذا الاسم ديالها بانه كان جا من سفارجل، يعني انها تيرمو تتلعب دور مهم جدا بالنسبه للوقايه، وخصوصا بالنسبه للتطهير ديال الجسم، مجموعه ديال المكونات الغذائيه. وهاد السفرجل يعني تدخل عنده واحد الخاصيه اللي تتميزه على الاغذيه الاخرى، وخصوصا بالنسبه للجسم ديالنا، وخصوصا بالنسبه للجهاز الهضمي ديالنا، لان تنعرفوا انه هو بخلاف الفواكه الاخرى. الفواكه الاخرى هي الا كان اسهال تنحبسوها، تنتناكلوها ما تنتناولوهاش خضره، تنتناولوها طايبه. بخلاف السفرجل هو الفاكهه الوحيده اللي تبقى اننا يمكننا نتناولو خضر واخا عندنا مشكل ديال 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 الاسهال، واخا يعني شويه مر او لا، يعني هو تيجي حامض بزاف، حامض ومر شي شويه. هو تيفكرنا شي شويه بالشبه، تيكون نعم. انا شخصيا ما تيعجبنيش، انا شخصيا ما تيعجبنيش طايب، تيعجبني خضر بصح. ما فطايب ما تنقدرش عليه، ما عرفتش علاش، ولكن خضر تيعجبني، لان تنفضل انا الفواكه اللي تيكون المذاق ديالها حامض اكثر من تيكون المذاق ديالها حلو. فالسفرجل هو خصو يتخاد، ولكن المشكل ملي تنضيفوا له هذيك السكريات ملي تيكون معسل، هنا تيوقع مشكل وتيوقع خلل. علاش؟ لان السفرجل هو يحتوي على مواد غذائيه اللي تتهبط نسبه السكر في الدم، واللي تتقاد نسبه السكر في الدم، وتولي مؤشر السكريات في السفرجل تولي هابط ما تيبقاش طالع. فالتناول ديال السفرجل هو باش يقاد لنا نسبه السكر. ملي تنزيدوا فيه حنا السكريات تيوقع خلل داخل الجسم ديال الانسان، لان اوليو باش يولي السفرجل غيقاد لنا نسبه السكر في الدم، تيولي السفرجل غيطلع لنا نسبه السكر في الدم نتيجه هذيك السكريات اللي درنا معاه. فهنا السؤال المطروح، يعني ما خصناش ناكلوا السفرجل بالسكر؟ الا كنا ضروري من الافضل، ما كاينش ضروري، لان اضافه السكر للسفرجل يفسده خاصيته داخل جسم الانسان، وتوقع خلل في افراز الانسولين، لان الانسولين تتولي خصها تفرز بكميات كبيره، لان كاين هناك كميات كبيره من السكريات اللي جات عن طريق تناول ماشي السفرجل، ولكن هذيك السكريات اللي درنا مع السفرجل. وبعض الاحيان كاين ناس ربما تقول لك ان السفرجل خلق لي مشكل ولا انتفاخ ولا عطاني على مستوى البطن، هو راه ماشي السفرجل، ولكن هذاك المشكل ديال السكريات اللي درنا مع السفرجل هو اللي عطى هذه المساله هذه، لان السفرجل هو تيدخل في العمليه ديال 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 التطهير ديال الجهاز الهضمي، ديال تنقيه الجهاز الهضمي. ربما الناس كذلك ما تيتناولوش حتى عصير، وهذه مساله اللي غريبه، لان خاصو يدخل في الاستهلاك ديال، يعني نبقاو نتناولوه كعصير، لان التناول ديال السفرجل كعصير ربما الناس اللي ما تيقدروش يتناولوه خضر يقدروا يتناولوه خضر سو فورم ديال عصير. استاذ نبيل عياشي، جوستومون انت تتكلم على العصير، عصير ديال السفرجل، وانا تنوجدوا لهاد الحلقه ديال كل وقت معا. قريت بان شرب العصير ديال السفرجل تيقوي القلب، نعم، تيقبض من الاسهال، نعم، والنزيف، صحيح؟ نعم صحيح. وهنا كاين دراسات الان حتى بالنسبه للعلاقه ديال السفرجل والجهاز التنفسي، وكذلك علاقه ديال السفرجل وبالنسبه للمشكل ديال الحلق. الناس اللي تيكون عندهم تعاني مثلا ضربوا البرد في الحلق ديالو ولا غوت وتولي مبحبح، فيمكن له ان يتناول هذاك السفرجل، لان تيلعب دور مهم جدا بالنسبه لهذيك المناطق. بالاضافه لهذا فقلت بان السفرجل يعني تيلعب التنقيه على مستوى الجهاز الهضمي، والتنقيه كذلك على مستوى الكبد، وبالتالي فالتناول ديال السفرجل هنا منين جات هذيك سفرجل، الا دخلنا بان سفرجل تعطي تصفيه ديال الجسم وتوقع واحد الصفاء بالنسبه للوجه ديال الانسان، لانه يخلص الجسم من السموم وتطردها. وتنعرفوا بان الكبد هي من بين الاعضاء اللي تتلعب دور التنقيه في الجسم، من بعد الرئتين، من بعد الكلي، فالكبد كذلك تلعب دور كبير جدا فيما يخص هذه التنقيه، وبالتالي فالتناول ديال السفرجل تساعد الكبد باش يقوم بهذا الدور هذا. من بعد كاين طبيعه الحال التناول ديال السفرجل كيف ما قلنا، سواء بالنسبه للصغار او لا بالنسبه للكبار. بالاضافه للالياف الغذائيه اللي فيه، فالناس اللي تعانيوا من ارتفاع ديال نسبه الكوليسترول في الجسم ديالهم او لا من المشكل ديال الدهنيات، فخاصهم يتناولوا السفرجل، ومن الافضل يكون خضر ما يكونش طيب، لانه هو الالياف الغذائيه اللي فيه ولا حتى الشكل ديالو ربما ولا حتى ربما حتى المذاق بعض الاحيان تيكون تيشبه التفاح. يعني التناول الشكل ديال السفرجل مع الشكل ديال التفاح تقريبا كيف كيف، المذاق ديالو ربما كاين هناك اختلاف، ولكن الا كانت التفاحه حامضه راه تقريبا بحال المذاق ديال السفرجل، وبالتالي فهو تيخلص الجسم من السموم الزائده، وماشي غير السموم، حتى من الدهنيات الزائده.
بالنسبه للمصابين بدا السكري، يعني تناول ديال السفرجل خضر افضل بكثير من تناول ديال السفرجل طايب، يعني يا اما يقطعوها في الشلاضه او لا نتناولوها كفاكهه قبل الوجبه، وخصوصا اذا كان الشخص معروض مثلا غنمشي لواحد الوليمه وعارف راسي غناكل مزيان وغناكل ربما دهنيات كثيره، فمن الافضل تناول ديال السفرجله قبل ما ندخل هذيك الدهنيات، لان هذيك السفرجله شنو تدير؟ غادي تمتص لنا الدهنيات، غادي تشدهم ملي غادي يدخلوا وتوقع عمليه الامتصاص، غادي تشدهم وغتخرجهم خارج الجسم ديال الانسان، الدهنيات خصوصا الدهنيات المشبعه وخصوصا الدهنيات اللي هي غير جيده واللي هي غير مفيده واللي احنا ما خصناش تدخل الجسم ديال الانسان. فالتناول ديال السفرجل يعني كيف ما قلنا احنا الاغلبيه تيمشيو دائما للتناول ديالو اللي هو تيكون طايب، ولكن التناول ديال لان فيه واحد المواد اللي هي ليطانا اللي تنهضروا عليها، وهاد ليطانا تتلعب دور الوقائي بحال اللي كاينه في الشاي مثلا، داكشي على الشاي الناس اللي تيكونوا تيعانوا مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي ينصح بشرب الشاي، فهاد ليطانا تيعالجوا بعض المشاكل على مستوى خصوصا على مستوى الامعاء، وخصوصا بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم مشاكل على مستوى الامعاء، يعني تناول شرب الشاي او التناول ديال السفرجل تيلعب هذا الدور هذا. بالاضافه لهذا ان هناك دراسه انجليزيه وامريكيه اللي بينات على ان تناول ديال السفرجل تيلعب دور الوقايه بشكل كبير من سرطانات القولون والامعاء. لماذا؟ لان المكونات الغذائيه اللي فيه تتلعب دور ديال الوقايه. فاحنا الان للاسف اصبحنا تنشوفوا في المجتمع ديالنا للاسف يعني الله يشافي الجميع ان هذه الانواع السرطانات اصبحت تكثر بشكل كبير، يعني في المجتمع اللي احنا مجتمع النظام الغذائي ديالنا تيلعب دور الوقايه من هذه الامراض، ومن بين الاسباب اللي تتخلي ظهور هذه الامراض وخصوصا هذه السرطانات وخصوصا سرطانات ديال الجهاز الهضمي بما فيهم المعده والامعاء والقولون الى اخره، هو عدم تناول بحال هذا النوع ديال الاغذيه اللي تلعب دور الوقايه، لان المشكل اصبحنا تندخلوا اغذيه مسببه لهذه الامراض، ولكن بالموازات مع هذا ما بقاش عندنا التوازن، يعني الاغذيه التي تقي من هذه الامراض ما بقيناش ندخلها للجسم ديالنا، وبالتالي ولا عندنا مشكل ولا عندنا خلل في التوازن داخل الجسم ديال الانسان. فالسفرجل ربما الناس حتى الناس اللي تياكلوا تيديروه مره ربما في الاسبوع ولا مره في اسبوعين مره في العام ولا مره في شي اراده تعسل فوق الطاجين. نعم، فهذه القضيه ديال التعسل يعني من الافضل اننا نتفاداوها، لان ربما نزيدوا معاه البرقوق الديدس سينابيليا سميره شوف نديروا واحد القضيه اشنو نديروا؟ كولي لاله الطاجين ديال السفرجل معسل ولكن قبل منه كولي سفرجله خضراء صافي، هذه مزيانه والله يسنديرها صافي، هذا حل مزيان هذا باش كيشوفها على خاطره. وخلا كان يعني معسل بالعسل ماشي بالسكر، خاص يكون العسل طبيعي واضح. دابا راه هنا المشكل عاوتاني تيلا داك العسل انت هو منين جاي، ولكن هذه شوف هذه مساله مزيانه حتى باش ما نقول باش ما نكونوش قاسيين بزاف، نديروا هذاك نعطيو الحلول كذلك ماشي. نعم نعطيو الحلول، يعني حتى اللي غادي نتناول هذاك السفرجل مثلا كيف ما قلتي معسل ماشي مشكل، الناس يبغيو ولا اللي ما تيقدرش على المذاق الحامض ديالو، ولكن على الاقل ناخذ السفرجل ناول السفرجله خضراء قبل ما نتناول هذاك السفرجل، ولا غيكونبونس تكون هي هي السفرجل معسله من بعد ماشي مشكل. اذا انا كنت غادي نعطي واحد الوصفه ديال المربى السفرجل. نعم. لكن فيها السكر، وانت قلتي بان يعني نجمع السكر مع السفرجل كيف ما كان الحال في ميزون احسن ما نشري واحد اخر مصيف في الزنقه. اكيد اكيد، فهذا غادي تصوب فقط ب جوج ديال السفرجلات تقريبا فيهم واحد 600 غرام بحال هكاك، غادي نديروا جوج اكواب ونصف ديال اللي غنحتاجهم ديال السكر. اول حاجه تنحيدوا ذوك الشعيرات اللي تيكونوا في السفرجل، تنخليوهم لس، تنقطعو نحيدو منه البذور ديالو، وتنسلقو في ثلاثة الأكواب ديال الماء وشوية ديال الحامض، غادي يتسلق في طنجرة واحدة أخرى اللي غادي نعسلو فيها هذاك السفرجل. تنديرو كاس ونص ديال الكاس، كاس فقط، كاس واحد ديال السكر في الماء، وتنديروا واحد الكميسه ديال حبه الهيل او لقع قله، خليوه تيطلق وتيتعسل مع هذاك حبه الهيل، عاد تنزيدوا عليها تنحيدوا هذيك الكميسه، السكر تيكون معسل هذيك الساعه وتيكون منسم بحبه الهيل او لقع قله، تنزيدوا عليه السفرجل وتنزيدوا الكوب اللي بقى ناقصنا ديال السكر، تنخليوا هذاك الشيء يتعسل لمده ساعه ونصف، وهالكونفيسيور واجدة. الى طبعا بغيتوا تتبعوا النصيحه ديال سي نبيل عياشي انكم ما تمزجوش السكر مع السفرجل في وصفه بحال هذه، انا سنقترح عليكم انكم تعوضوا لا تارت او بوم، تعوضوا التفاح في التورته بالسفرجل، يكفي انكم تسلقوا لمده 30 دقيقه من قبل مع شويه ديال نسون اولا ديال الباديان، وتحطوا فوق لا تارت بحال هكا تيجي هائل. اما بالنسبه للعصير فاكيد انكم يمكن لكم تعصروه مسلوق اولا خضر على حسب، الناس اللي قال لك فيهم السكر خاصهم ياكلوا خضر، ونزيدوا عليه شويه ديال العسل
طبيعي ونسمو كذلك فاش كنا سلقناه اما بلبديان او لبقاق التي جلديت جدا. شكرا لك استاذ نبيل العياش.